إذن لماذا الدعاء؟ لماذا الطلب؟ لماذا في كل يوم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي القليل بالكثير، يا من يعطي من سأله، لماذا تلجأ إلى الله ولماذا تطلب من الله؟ هنالك منطلق آخر. ما هو المنطلق الآخر؟ المنطلق الآخر تتميم قابلية القابل. القابل يعني منه؟ يعني العبد. القابل يعني منه؟ يعني المحتاج. القابل يعني منه؟ يعني الفقير. هذا العبد لا قابلية له للفيض الإلهي، وإلا الله مو بخيل، الله مو محتاج، الله مو عاجز. هذا العبد لا قابلية له. هذا العبد ما وصل إلى مستوى تلقي الفيض الإلهي فيتوجه إلى الله ويطلب من الله ويتضرع إلى الله. لماذا؟ حتى يرفع هذا القصور. الشمس موجودة، أشعتها موجودة، ولكن أنا إذا أريد أن أستفيد من هذه الأشعة يجب أن أذهب إلى الشمس حتى أستفيد استفادة مباشرة من هذه الأشعة، مو أن النقص والقصور في جانب الشمس، النقص والقصور في هذا الجانب. فلا بد أن تتحرك ولا بد أن تتوجه حتى تتلقى هذا الفيض. فإذا في الواقع إذا واحد يدقق، إذا واحد يتأمل، الدعاء، الطلب، العبادة من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للجانب الثاني. هنالك نقص، هنالك قصور. الإنسان بالدعاء يحاول إزالة هذا النقص وإزالة هذا القصور.